حرب النجوم في نهائي مونديال البرازيل سيكون عنوان السهرة السينمائية على ملعب ماراكانا الشهير. منتخبات الماكينات الألمانية وراقصي التانغو سيلجان أبواب النهائي بأرمادة من نجوم تلألأت في سماء البرازيل، يتقدمهم توماس مولر والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين بصما بخمسة أهداف في التظاهرة العالمية ليؤججا صراع الهدافين في العرس العالمي في غياب الكولومبي جيمس رودريغيز. صاحب الحس التهديف العالي في أرض اللعب الهجومي سيتربص كل منهما بالآخر من أجل فض الشراكة على صدارة الهدافين التي تميل كفتها نسبياً لجانب الألماني توماس مولر بفارق التمريرات الحاسمة التي تتخذها الفيفا معياراً لتحديد هوية صاحب القدم الذهبية. مرعب الحراس أسطورة في الظل هي كنية هداف بافاريا توماس مولر متعدد المناصب فوق المستطيل الأخضر، صفع الإعلام العالمي بموهبته التهديفية رمت به الأقدار لتنشيط نهائي أمام منتخب أرجنتيني بعدما سجل أمامه أول ظهور بقميص المانشافت سيكون على موعد مع تاريخ وإحكام قبضته على عرش الهدافين بعدما تربع عليه في المونديال الإفريقي. الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي ارتدى روح مارادونا في مونديال 86 سيبذل قصارى جهده ليسحب بساط النجومية من بين أقدام مولر ويعانق بريق الذهب العالمي الذي استعصى عليه لسنوات خلت، حلم طال أمده لابن روزاريو الذي ترصعت خزائنه بأربع كرات ذهبية عجز رغمها عن سماع صلصلة المعدن نفيس في الأعراس العالمية. هي أسرار مونديال العجب، فبين الماكينات الألمانية وراقصي التانغو أحلى لقب، وأما بين ميسي ومولر تحدي آخر، فمن سينتعل في الأخير حذاء الذهب؟